الله. نحن ليش الشيعة ما يتوسلوا الله؟ لأن الله شوه صورته بهذه جهنم، منتقم ومعذب. التجأوا علما للزهراء، للزهراء ما عدا عذاب، ما عدا انتقام، كلها رحمة. التجأوا إلى الحسين، الحسين فقط كلها رحمة، دائما يتوسلون بالحسين، يتوسلون بالعباس، ليش ما يتوسلون بالله؟ لأن الله صورته مشوهة عند المسلمين، صورته مشوهة لأنه عنده عذاب. يعني صدام هم عنده ثواب هم عنده عذاب، يعني صور مثل صدام. بالنظرية الثانية سوف ترون أن هذه الجنة وهذه النار أساسا خلاف العقل. والله أنت تصور هذه الجنة الموجودة، يعني أنا أسميها حظيرة أغنام، أنا أسميها طولة مال المطاية، يعني فقط أكل وشرب وزواج وشرب خمر، يعني أي معلم من معالم الإنسانية ما موجود. فالإيثار مثلا، إبداع، شغل، أمومة، حتى الأم هم مسكينة هناك ما تقدر تولد، لأن الولد ولادة بها وجع، وأنه الجنة ما بها وجع، بس ناكل ونشرب شنو؟ يعني هاي فقط غرائز حيوانية. هاي الغرائز الحيوانية دول الهمج العرب الجاهليين كانوا يكيفون عليها. احنا قطعا اذا الله قال لي اطب للجنة انا اول من يرفض دخول الجنة، وبل افضل دخول النار. لماذا؟ لان بيه احساس انساني، بيه مواساة لمحرومين معذبين. انا بالجنة شو اسوي؟ زين يوم يوم سنة سنتين قريبين طبعا لما يشوفون حرير وسندس وكذا، حور عين، حور عين للنساء ماكو. مسكينة هذه المرأة الزوجة الصالحة تنتظر هذا زوجها، هو عنده ألف حور عين، عود ايش وقت يوصل سراها؟ هي ما عدا لازم تنتظر فد مليون سنة، وكل مرة يجامعها بالرواية تقول 500 سنة. زين 500 سنة هو ألف وحدة أقل شيء. زين وهاي خطية الزوجة، يعني واقعا لازم النسوان أول من يعترضون على هيك جنة. ما يصير بس الرجال عنده. ليش؟ شوف ذاك الزمان الثقل على الرجال، مو هي الفتوحات والجهاد، بس الرجال. الله والنبي يريد يطمعهم بالجنة. اذا لازم اكو حور عين، لانه العرب مشوهين على الحور عين، على المرأة مشوهين. ويقول عليه الصلاة والسلام من قال اذا اصبح واذا امسى 3 مرات: اللهم اني اسألك الجنة، اللهم اني اسألك الجنة، اللهم اني اسألك الجنة، الا جعله الله من اهل الجنة. ويكمل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الحديث فيقول: من قال كذلك بعد أسألك الجنة، اللهم آجرني من النار، اللهم آجرني من النار، اللهم آجرني من النار، إلا أجاره الله من النار. فنسأل الله يجيرنا ويجيركم من النار. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى وإذا أصبح يقول 4 مرات: اللهم أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. من قالها مرة اعتق الله 1/4 من النار، ومن قالها مرتين اعتق الله 1/2 من النار، ومن قالها 3 مرات اعتق الله 3/4 من النار، ومن قالها 4 مرات: اللهم أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، من قالها 4 مرات اعتقه الله من النار. فنسأل الله يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأهلنا وذوينا وجميع المسلمين والمسلمات.